لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. يواجه فريق الرجاء الرياضي مضيفه نادي الزمالك المصري في مباراة حاسمة بين الفريقين برسم إياب الدور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ويسعى فريق الرجاء الرياضي لتخطي نسيج مباراة الذهاب والتي خسرها بهدف دون مقابل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضد نظيره الزمالك المصري، ويبحث النادي الأخضر عن تحقيق نتيجة إيجابية تخول له الوصول للمباراة النهائية ومواجهة الأهلي المصري من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. من جهته لن يفوت فريق الزمالك المصري فرصة استقبال الرجاء الرياضي على ميدانه، خاصة بعد تحقيقه لنتيجة الانتصار بهدف لصفر في مباراة الذهاب. ويسعى نادي الزمالك لتجديد فوزه على الرجاء الرياضي والوصول للمباراة النهائية ضد الأهلي المصري. وتجرى مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه نادي الزمالك المصري يوم الأربعاء 4 نوفمبر انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وذلك برسم إياب الدور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.